هل أنت من المهتمين بالتدريب عن بعد؟ مركز سمع القدرات يأتي لك بالحل. لديه العديد من البرامج التدريبية والمتخصصة وتقدم عن بعد، ولعل من أهمها التطبيقات الإلكترونية. وهذه الدورة التدريبية هي متخصصة في عرض كثير والعديد من التطبيقات الإلكترونية المفيدة اجتماعيا وعمليا. وهذه الدورة تقدم في 5 أيام 20 ساعة، وهي معتمدة، ولعلها من خلال الـ5 الوحدات التي تتطرق إليها تفي لك بالغرض. وهي تحتاج مهارات متعددة في مجموعة من التطبيقات، وتقدم الأنشطة بشكل احترافي عن طريق الكلاس بوينت. ولعل المتدربين من خلال مشاركاتهم يستطيعوا اكتساب المهارة وباحترافية وبعدة أدوات، كانت أدوات القاعات الافتراضية أو أدوات التطبيقات. ولهذا نفرق بين التطبيق والتطبيق عبر الويب. فالتطبيق هو برنامج مستقل، والتطبيق عبر الويب هو يحتاج متصفح. وسنتعرف على كثير من الأنظمة التي تستخدمها الأجهزة والجوالات، وطريقة استخراج هذه البرامج أو التطبيقات. وثانيا سنتعرف ما هي التطبيقات المجانية. سنتعرف على طريقة تصميم العروض في الأشياء التعليمية وتصميم الأنشطة. أيضا سنتعرف على طريقة التقييم والبرامج التي تساعدنا على هذا التقييم. أيضا سنتعرف على خلال التدريب ما هي الأشياء المتزامنة وغير المتزامنة، والمنصات المجانية والمدفوعة. أيضا سنتعرف على التطبيقات الحكومية التي تخدمنا في حياتنا اليومية وتسهل علينا كمواطنين ومقيمين. أيضا نتعرف على الوزارات، وكل وزارة ما حجم التطبيقات التي تقدمها. من خلال هذه الدورة سنتعرف على الكثير